السلام عليكم. ماذا قال الفنان سامر المصري عن باب الحارة الجزء 11؟ كشف الفنان سامر المصري في أحدث لقاء له عن سبب ابتعاده عن باب الحارة ورأيه أيضا بباب الحارة الجزء 10 والجزء 11، حيث قال أن سبب تركه لباب الحارة هو أن المسلسل قد انتهى دراميا وأنه انسحب منه في قمة نجاح العمل. ما عاد يعنيني المسلسل لأنه أنا اعتذرت عنه لأنه هو دراميا انتهى، وإن مصداقيته عند الجمهور لن يبيعها بأي مبلغ مهما كانت المغريات المادية التي تعرض عليه. أي مادة بشوف فيها فبركة أو كذب بعتذر عنها، لأنه أنا مصداقيتي عند الناس ما مستعد بيعها لا بفلوس. أما عن رأيه بباقي الأجزاء فقال عنها أنها مجرد مطمطة واستغلال لنجاح المسلسل الكبير في أجزائه الثلاثة الأولى على حسب رأيه، وأنها مجرد فبركة أحداث جديدة فقط. فكل الأجزاء اللي بعده هو عبارة عن مطمطة إنتاجية وإخراجية. وأضاف أيضا أنه لم يتابع أي جزء جديد من بعد تركه للمسلسل. يعني بقول لك شو، أنا من يوم تركت هذا المسلسل ما تفرجت ولا على جزء. وأنه قد شاهد مشهد قصف الحارة وتدميرها بطائرة حربية، وقال أنه يتأسف عما حصل لهذا المسلسل الذي حقق نجاح جماهيري كبير جدا. في جزء منه شفت فيه طيارة عم تفجر الحارة وعم تشوفها، حسيت يعني. وهذه السقطات الإخراجية التي شاهدها، أي يقصد هذه الطائرة التي لم تكن صنعت من الأساس في تلك الحقبة الزمنية من باب الحارة، وأيضا الأحداث التي لا علاقة لها بنص المسلسل الأصلي التي دمرت هذه الشعبية الكبيرة للعمل. وقال أنه يجب أن تطلق على هذا المسلسل رصاصة الرحمة منذ زمن كبير وإنهائه وعدم عمل أجزاء أخرى له. تأسفت بيني وبين حالي على أنه هذا المسلسل اللي حقق كل هالنجاح الجماهيري العربي لازم كان يطلق عليه رصاصة الرحمة من زمن. وطبعا معنى كلامه أنه لن يعود إلى باب الحارة الجزء 12 حتى الآن، ولكن كل شيء من الممكن أن يتغير في المستقبل. فهل أنتم مع رأي سامر المصري بوجوب إنهاء المسلسل أم مع استمرار العمل إلى أجزاء جديدة أخرى؟